مساء الخير واهلا بيكم، حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده حلقتنا فيها كثير من الاقتصاد، لكن مش الاقتصاد اللي يهم بس المتخصصين، الاقتصاد اللي يهم ايضا المواطنين اللي عايزين يعرفوا هي الاسعار هيحصل لها ايه، اللي عايزين يعرفوا هو الحكومه هتعمل ايه في الايام القادمه، اللي عايزين يعرفوا حياتهم هيحصل فيها ايه. عندنا السيد وزير الماليه السيد عمرو الجارحي هيكون معانا بعد العاشره تقريبا، لكن قبله هيكون معانا حوار اجريناه مع الدكتور محمد العريان، ده يمكن أول حوار يجرى على تلفزيون مصري مع الخبير الاقتصادي العالمي دكتور عريان وعضو طبعا مجلس التنسيقي بين السياسات المالية والنقدية. دكتور عريان هيتكلم، عملنا معاه هذا الحوار بالساتلايت من كاليفورنيا بالأمس. الحوار هيتكلم فيه دكتور عريان عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، تفاصيل هذا البرنامج، ايه اللي المفروض مصر تعمله، طب المواطن، موضوع التضخم وارتفاع الاسعار، ازاي البرنامج ده ممكن ينجح، ايه معدلات الفشل، يعني موضوع الاي ام اف وصندوق النقد الدولي ده بيتعرض ل نجح في بلاد وفشل في بلاد، يا ترى عندنا هينجح ولا هيفشل، امور كثيره جدا. الحوار ليه يعني سجلناه امبارح وبنذيعه النهارده، لانه الدكتور عريان فضل انه يتحدث بالانجليزيه، بس هتلاقوه بيمزج الانجليزيه والعربيه، فاحنا حبينا انه بدل ما تسمعوا فويس اوفر تسمعوا صوته ونعمل له سب تايتلز، وده خد مننا شويه وقت. انا كمان هتلاقوني بمزج بين الانجليزيه والعربيه، لكن حاولت ان انا اترجم الاسئله اللي سالناها، لكن يعني اعتقد انه كل المشاهدين هيهتموا بهذا الحوار المهم، لاول مره يتحدث محمد العريان تلفزيونيا عن برنامج الإصلاح الاقتصادي وعن الاقتصاد المصري عموما. هو كان ادى حوار للعربية حول اقتصاد المنطقة عموما، واتكلم جزء منه عن الاقتصاد المصري، لكن هذا الحوار كله عن الاقتصاد المصري. اسمحوا لي بس قبل ما نبتدي وعندنا أخبار كتيرة، ان انا يعني اقول ان المعركة، وانا اسفة ان انا بستخدم نفس الجملة كذا مرة، لكن الحقيقة لا يمكن ان احنا واحنا واقفين هنا الا ان نحيي ابطالنا من القوات المسلحة اللي على اليوم الثالث او لليوم الثالث على التوالي بيشنوا معركة ضارية ضد الارهابيين والتكفيريين في سيناء. النهاردة عندنا بطل اخر من ابطال القوات المسلحة استشهد، وقواتنا قدرت انها تقتل 19 من التكفيريين وتدمر ثلاث عربيات وثلاث درجات ناريه وثمان يعني معدات كثيره كانت ستستخدم في الهجوم على القوات المسلحه. لما بنشوف المعركه دي وننقل نشوف معركه تانية في العراق، معركه الجيش العراقي لتحرير الموصل، بنتذكر انه احنا كنا هنبقى زي كده، يعني احنا كنا مش بعيد خالص عن مصير العراق، لان داعش دي هي داعش دي، سينا ولا إمارة سينا اللي موجودة هي بالظبط كانت داعش وهي ما زالت داعش، وكانت بتحاول انها تتوسع وانها تعمل عمليات في الدلتا وتعمل عمليات في قلب مصر وانها تتوسع، لكن الجيش المصري قدر ان هو يحاصرها في سيناء وبالفعل بيدك معاقلها، ولكن طبعا دي معركة النفس الطويل. لما بنشوف المعركة في سيناء ونحيي الجيش المصري ونشوف المعركة في العراق وبنحيي طبعا برضو الجيش العراقي اللي واقف، والنهاردة كان في اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والرئيس السيسي لمتابعة كل تفاصيل هذه المعركة لتحرير الموصل، نشوف بقى المعركة اللي احنا فيها كمواطنين، نرجع بقى كمواطنين نرجع خطوة كده ونلاقي ان احنا ملخومين في ايه، في معركة السكر ومعركة ال في تي ارز او معركة التقارير اللي بتطلع لنا كده ولا الساوند بايتس اللي بتطلع لنا كل شوية، مرة توك توك، مرة واحدة محجبة طالعة لنا برضو تتكلم على مجلس الشعب وتسلم الايادي وكده، يعني احنا ايه في معارك اخرى خالص، احنا مغيبين في معركة اخرى، في ناس بتموت على حدود، ناس بتحرر بلدها وعندها معركة، واحنا في معركة السكر. انا ما بلومش الناس انها عايزة تشتري سكر، لكن أنا حاسة إن إحنا في معركة أخرى مغيبين فعلا. القادرين أو القادرون اللي عندهم إمكانيات متضايقين قوي من موضوع كريدت كاردز، وهنتكلم على موضوع الكريدت كاردز، متضايقين جدا
ويعني منزعجين قوي ان هم لما بيسافروا يعملوا شوبينج مش عارفين يستخدموا الكريدت كاردز بالسيلينج اللي هم معتادين عليه. ده جزء. اللي بيعملوا العمره اللي كانوا بيعملوا عمره مثلا في السنه بالخمس ست مرات، في ناس تعمل خمس ست مرات عمره في السنه، ودول برضو قادرين متضايقين جدا برضو، ما هم مش عارفين عندنا مشكله في موضوع العمره وعندنا مشكله في موضوع العمله وعندنا مشكله في كل المواضيع دي، فدول برضو متضايقين منزعجين جدا ان موضوع الكريدت كاردز مش شغال، وانه طب وبعدين واحنا هنروح نعمل عمره ازاي، ولا الله طب ما انا اقدر ليه ما اروحش اعمل عمره وليه ما حجش 500 مره، نقول له يا جماعه طب ده يعني الفلوس بتطلع بره البلد، الله وانتوا مالكم ما دي فلوسي. ده برضو الناس بقى لما شافت ان في ازمه في السكر، والحقيقه انا بقى يعني برضو بيزعجني اداء الحكومه، ان الحكومه تطلع تقول لا ازمه في السكر، يا جماعه ما تطلعوا تواجهوا الناس، ايوه في ازمه في السكر. ما عندناش دولارات نستورد سكر. عندنا مشكله، هو احنا ليه بنخاف يكون عندنا مشكله؟ ليه بنخاف ونتوتر لو عندنا مشكله؟ عندنا ازمه سكر وممكن يبقى عندنا ازمه زيت وممكن يبقى عندنا ازمه دقيق وممكن يبقى عندنا ازمه زي اي بلد في الدنيا. عندنا ازمه. هنستحمل ولا لا؟ هنقدر ولا لا؟ هو فكرة ان انا ما استحملش الازمة دي مالها يعني؟ انا مش بلوم الناس ان هم بيجروا يجيبوا السكر، ما بلومهمش، لكن بقى لما النهاردة يتقبض على ناس شايلة 500 كيلو سكر ويتقبض عليهم بيهربوا السكر، ولما يبقى عندي كريدت كاردز واحد من قرية واحدة واخد 80 كريدت كارد وطالع بيهم رحله لبيروت ولا رحله لدبي علشان يسحب ملايين الدولارات من بالسعر الرسمي المصري، ده يبقى ايه؟ دي يبقى ناس شكلها ايه؟ يبقى ناس بتتحايل ازاي؟ هتقولوا لي ما هي الندره بتولد سبل التحايل، صح؟ صح، والسعرين هم اللي ولدوا ده، معاكوا انا تمام. وانا ضد السعرين ومع الفلوتيشن وانا ست متجه للاقتصاد السوق ويعني بعبر عن وجهات نظري بكل وضوح، مش مع الاقتصاد التاني خالص، شايفة ان السوق هو اللي بيظبط نفسه. لكن في ظل الازمة بقى هو مفيش اي ضمير؟ يعني موضوع الضمير ده اختفى؟ يعني بدل ما احنا نروح نتكالب على السكر نرشد استهلاكنا شوية، بدل يعني ليه نصفر واحد ب80 كريدت كارد يسرق؟ دي سرقه. ليه المصريين اللي في الخارج يقرروا ان هم بعضهم، طبعا مش كلهم، اللي ما بيبعتوش الفلوس يعني على البنوك واقدر اقدر ليه، لكن ليه يقرروا ان هم يعيشوا على الكريدت، بعضهم برضو يقرروا ان هم يعيشوا على الكريدت كاردز المصريه ويحوشوا فلوسهم في البنوك عشان يستهلكوا الدولارات اللي عندي؟ ليه؟ ليه بعضهم بيعمل كده؟ انا ما بقولش كل الناس، وما بقولش كل الناس بتسرق، وما بقولش كل الناس بتسيء الاستخدام، بس بقول ان بعض، ان احنا كمان كشعب واحنا كمان كمواطنين سلوكنا لازم يتغير، لازم يتغير في وقت الأزمة غير في الوقت العادي، ولازم الدولة تطلع تقول ايوه انا عندي أزمة سكر، ايوه انا عندي ازمه نقد اجنبي، ايوه انا هحط حدود على الكريدت كاردز لاني صراحه معيش، ايوه مش قادر استورد السكر لان بجد معيش، مفيش. هنقول بقى ما هو اصلي صرفت فلوس المشروعات القوميه، ده صح، وهو دي اخطاء، يعني كلنا ممكن نختلف، انا متفقه مع الراي ده ان احنا بنصرف فلوس في حاجات ملهاش لازمه وان احنا سوء اداره ممكن برضو، لكن تاني في وقت الازمه نقف، مش نجري نحوش السكر ونحوش الرز ونجري نسرق الفلوس بالكريدت كاردز، وهنتكلم على موضوع كريدت كاردز دلوقتي، ونسرق زي ما بالضبط ده اللي هو مئات الاطنان، ده انا كنت فاكراه مئات الكيلويات، كيلوات طلعت مئات الاطنان من السكر والرز، دي سرقه. احنا كمواطنين لازم نقدر اننا في ازمه، ولما نكون في معركه ولما نكون في أزمة نكون إحنا معاهم ولا عليهم؟ البلد مش محتاجة مؤامرة، وأنا قلت الجملة دي مليون مرة قبل كده، إحنا المؤامرة. البلد مش محتاجة أي تآمر. إحنا المؤامرة إما بسوء الإدارة أو إحنا المؤامرة بسوء السلوك.
ولازم نواجه نفسنا أن لدينا سوء إدارة ولدينا سوء سلوك. هنواجه الأزمة ولا مش هنواجه؟ مرة تانية نبص على الناس اللي بتموت في سينا عشان تدافع عنا، عشان سينا دي ما تتحولش مقر لداعش، ونبص على الجيش العراقي اللي بيحرر الموصل و3 مليون نازح. وانا عارفه ان الناس تقول لك يوه كل شويه هتقولوا لنا بقى ما انتوا ما تبقوش زي العراق وتبقوش زي سوريا، ما هي دي الحقيقه، ما هي دي الحقيقه. بينما هناك معارك طاحنه بتروح فيها ارواح، احنا بقى عندنا معركه السكر. هبتدي بتقرير مع ام الشهيد اسلام عبد المنعم مهدي اللي أبكت كل الناس بما فيهم الرئيس في الندوة التثقيفية، رحنا لها بيتها في الشرقية نعزيها ونسأل عنها. راضية قوي، فداكوا كلكوا وفدا مصر، وألف زي إسلام لو عندي ألف ولد هقدمهم شهادة ليكم. كلمات أثرت القلوب من أم فقدت ابنها الأكبر الشهيد إسلام المهدي بأيدي الخسة والنذالة قبل عام مضى، تبكيه بعيون تدمع ألما وقلب يعتصر حزنا على فراقه وروح تفتديه للوطن. السيدة سمية طه ضربت أروع أمثلة التضحية والفداء خلال كلمتها بالندوة التثقيفية 23 للقوات المسلحة. إسلام كان في صراحة ما شفتش زيها، من الشباب اللي ما كنت ابص في عينيه اقرا كل اللي في قلبه، وكان قلب طيب لابعد الحدود. انا مش طالبه حاجه، ده انا خدت اغلى حاجه، خدت لقب ام الشهيد، لو طلبت اكتر من كده ابقى طماعه. عمرك كان تمن الحريه لكن بلدك مش نسيك. عام على غياب البطل اسلام الذي استشهد في أحداث الشيخ زويد في يوليو عام 2015، ولا تزال صوره وذكراه عالقة في قلوب محبيه وأصحابه وكذا أشقائه الذين فقدوا مع فقدانه جزءا هاما من حياتهم. كان علاقته بيا اللي هو إيه، علاقة قوية، لو كان عنده حاجة مضايقاه يجي يحكيها لي، حتى لما اتجوزت لدرجه ان انا يعني هو اللي دخلني القاعه وسلمني لجوزي بايده. من واحنا صغيرين انا كنت باخد اسلام مثل اعلى ليا، وكنت يعني نفسي اكون شخصيه زي شخصيته. هو اصلا كان بالنسبه لي يعني مش كنت شايف حد زيه، هو شخصيته اعلى من شخصيه اي حد انا شفتها. بالصبر والاحتساب هكذا تعيش الأسرة بعد استشهاد ابنها البار، وقلبهم يتطلع في كل لحظة لحق الشهيد من كل إرهابي بغيض. طارق أحمد، هنا العاصمة. بنتضاءل جميعا لما بنشوف هذه النماذج، كلنا بنتضاءل، كلنا بنحس ان صوتنا العالي ده ملوش لازمة، كلنا بنحس انه انفعالاتنا دي ولا حاجة، معاركنا دي ولا حاجة. أرجوكوا ركزوا في المعركة الحقيقية، معركة الحياة مش معركة السكر. ولما يكون عندنا أزمة نقدر نتحملها، إحنا ناس صبورة وحمولة واستحملنا كتير، مش عارفين نستحمل معركة سكر؟ مش عارفين نستحمل أزمة سكر؟ لا نقدر نستحمل أزمة سكر. كان في خبر امبارح منسوب لمسؤول في البنك المركزي بيتكلم عن سحب 8 مليار دولار عبر الكريدت كاردز. حاولنا ان احنا نعرف حقيقة هذا الخبر، ومعايا على الهاتف الاستاذ جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري. مساء الخير يا استاذ جمال. يعني قولي بالضبط الدقة من هذا الخبر، هل بالفعل تم سحب 8 مليار دولار عبر الكريدت كاردز والديبت كاردز؟ لا، هو طبعا بداية انا بشكر حضرتك لهذا السؤال، لان دور البنك المركزي ان هو يوضح البيانات، وخاصة ان احنا المسؤولين وعندنا احصاء بهذه البيانات. فالخبر اللي نشر غير صحيح بالمرة، ويمكن انا بس احب اوضح لحضرتك الارقام الصحيحة اللي فعلا قائمة على بيانات سليمة. زي ما سيادتك عارفة في عندنا بطاقات خصم وفي بطاقات ائتمان، والاثنين دول ممكن يستخدموا في الخارج، يعني انا ممكن ولا وانا بره اقدر استخدمهم
واقدر سواء كان سحب نقدي او عن طريق شراء مشتريات من محلات او من اماكن في الخارج او سداد اوتيلات. فبمقارنه بسيطه كده، لو قلنا من 1/7/2015 ل 30/6/2016 اللي هو يعني سنه ماليه، المدفوعات اللي تمت على بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان بنتكلم في 2.5 مليار دولار. دي المدفوعات. ولو هي طبعا لو قرناها بالسنه السابقه هي زادت عن السنه السابقه اللي هي 14/15، كنا بنتكلم على مدفوعات حوالي 1.8، زادت ل 2.5 مليار. بس في نفس الوقت الاعداد البطاقات نفسها زادت مقارنه بالسنه 14/15 ب 15/16. اللي عايز اقوله ان يمكن الناس بتتساءل حاليا على الليمتس اللي البنوك ابتدت تحطها على الكروت الائتمان او البطاقات الخصم. هو طبعا في للاسف في بعض الناس بتستخدم كانت الكروت دي بطريقه مش احكي لنا بقى على طرق الاستخدام دي يا استاذ جمال، لانه لازم نحذر منها واعرف انتوا بتعملوا فيها ايه، بس احكي لنا ايه الطرق المختلفه للتلاعب. لا في تلاعب، يعني خلينا اولا واضحين ان الديبت كارد او الكريدت كارد ده للاستخدام الشخصي وليس للاعمال التجاريه. ده مش للاتجار، انما ده للاستخدام الشخصي. فمثلا من ضمن الاستخدامات السيئه ان مثلا بيرجع نمره واحد، في ناس بتعمل بيها مشتريات بيزنس، يعني بيروح بيشتري بيها اكنه من محل بيستورد حاجات للنشاط، فدي مش الغرض الاساسي المفروض للكارت. الحاجه الثانيه في بعض الناس كانت بتكايش، بمعنى تعمل ايه؟ بيروح مثلا يتفق مع محل كبير يشتري منه مشتريات ويقول والله انا هرجع لك المشتريات دي وخليها زي ما هي ويديني مثلا نسبه منها 90% اديها لي كاش. فده برضو النهارده الترانزاكشن اللي اتعملت كاشيره، انما هو في نفس الوقت خدها كاش. احنا اللي قلناه للبنوك ان انت لازم تتابعوا الاستخدامات، ودي جزء اساسي ولا مش حاجه مش جديده، يعني جزء اساسي من عمل الريسك مانجمنت ان هي بتعمل مونيتورنج للبيهيفير والاستخدام بتاع الكروت. على هل بتوقفوا الكروت اللي بتحسوا ان فيها مسيوز او بتحسوا ان فيها يعني ترند مش منطقي؟ طبعا على البنوك اي مسيوز للكريدت كارد او ديبت كارد البنك على طول من حقه ان هو يكنسل الكارت تماما. والبنوك البنوك فعلا بتعمل الكلام ده ولا ما بتعملوش؟ لا لا بتعمل يا فندم، بتعمل. لا بتعمل، يعني احنا البنوك بتعمل مونيتورنج كويس، احنا بنتابع المونيتورنج ده، لان انا الفيدباك اللي بيجي لي ده بيجي لي من البنوك، بيجي لي من الماركت، بيجي لي من البنوك. فانا بقول ان هو ده جزء من تصميم البنك وعمل البنك، دي حاجه مش جديده، يعني احنا ما فرضناهاش حاجه جديده ان انت تعملوا كلوز مونيتورنج ليه الاستخدامات. حضرتك بتقول لي 2.5 مليار اتسحب، يعني استخدمت بالكريدت والديبت كاردز مقارنه ب 1.8 من أيوة السنه اللي قبلها. هل بالزبط. كل هذا هل الفرق ده راجع اللي زي ما حضرتك قلت ليه ارتفاع عدد الكروت، ولا لانه المفروض ان كان هي الليمتس ابتدت من امتى؟ من يونيو. لا الليمت يونيو وقبل يونيو، يعني البنوك ابتدت تحط الليمتس دي قبل كمان يونيو. ما هو غريبه يعني جدا انه يرتفع هذا الرقم برغم وجود الليمتس. لا ما هو عشان سيادتك لو بصيتي على اعداد بطاقات الخصم واعداد بطاقات الائتمان زادت، يعني لمثال مثلا عدد بطاقات الخصم في ديسمبر، من ديسمبر ليونيو زاد بحوالي 1 مليون بطاقه خصم. والكريدت كارد برضو في ديسمبر 15 ليونيو 16 زادت بحوالي 600,000 بطاقه ائتمان. ففيه هو هنا زياده. بس انا زي ما بقول ان المفروض نركز على دي، برضو بديها رساله ان اي استخدام سيء للديبت كارد او الكريدت كارد هيكون المصاف بتاعه ان هو الكارت يتلغي. اي استخدام مش بس الكارت المفروض يتلغي، المفروض ان انت بقى عندك بقى مشكله الكريدت هيستوري دي، انك ما تعرفش تطلع كارت تاني، مظبوط؟ لا ده، وعلى فكره العميل اللي بيتلغي كارته بنبلغ احنا بيه كمركزي وبنبلغه للبانكينج سيكتور كعميل اخفاق، فبالتالي هيبقى عنده مشكله ان هو يطلع كارت تاني مع اي بنك اخر. احنا عندنا كام كريدت كارد وكام ديبت كارد، يعني اجمالي قد ايه دلوقتي يا استاذ؟ عندنا الكريدت كارد في لو احنا بنقول جون 16 عندنا 3,825,000 كريدت كارد، وبالنسبه لبطاقات الخصم عندنا برضو في يونيو 2016 بنتكلم على 13 مليون
و200 ألف. هل الزيادة دي هي زيادة بتعتبرها زيادة صحية، بمعنى ان لها زيادة في الحسابات المصرفية، ولا الناس ابتدت تطلع كذا كريدت كارد وكذا ديبت كارد علشان تاخدها، لما عشان موضوع الليميتس ده فتاخدها تستخدمها بره؟ فيها الاثنين يعني، ممكن كلام سيادتك في جزء ممكن يكون عشان يستخدمه بطريقة مش مظبوطة، بس احنا الاتفاق مع البنوك بتعمل ايه النهارده، خلاص انتهى، لانها تبص على الاجريجيتد بوزيشن بتاع العميل. بمعنى انت النهارده عندك ليميت سي 100، ريجاردلس النمبر اوف كاردز انت اخرتك مش هتاخد غير ال 100. طيب فده نوع من الكنترول موجود في البنوك. طيب سؤال يا استاذ نجم، برضو من وسائل التلاعب، سمعنا ان في ناس مثلا من قريه واحده او من مكان واحد يدوا شخص واحد 80 كريدت كارد او 50 كريدت كارد يسافر بيهم بلد عربي ب 2000 جنيه ولا 3000 جنيه ومن هناك يبتدي يسحب، لاحظتوا الحاجات دي؟ بالظبط يا فندم، ويمكن في حاجه مشهوره اكتر من قضيه، في واحد لقوا معاه حوالي 320 كارد. 120 كارت؟ 320 كارت. ولقوا معاه الرقم السري بتاع ال 320 كارت، يعني الراجل معاه 320 رقم سري ل 320 كارت. اللي عايز اقوله برضو ان احنا طبقا للتعديل الاخير للقانون اللي هو الخاص بالنقد الاجنبي، اي واحد هيبقى عنده الممارسات دي وهو داخل وبيعمل ديكلاريشن على داخل معاه فلوس قد ايه وتلاقى معاه دي، فدي طبقا للماده 116 بيعاقب عليها، ودي فيها حق. ده لو لقى كروت بس هو لو داخل او افصح عن الفلوس اللي معاه، ما جزء من الكروت لازم يبص، يعني النهارده انا الراجل اللي شافوه ده شافوه ازاي؟ لو معاه 320 كارت فجاء وده طالع بتذكره ب 3000 جنيه طبعا عشان يجيب فلوس تانية ويبيعها بقى، يعني يسحبها بالدولارات او باي عمله بالظبط، ويجي ممكن يعمل ديكلاريشن وهو داخل الافصاح ويجي يبيعها في السوق في السوق الموازي. هل كمان بعض المصريين المقيمين في الخارج، يعني كان في الرقم اللي هو بتاع مليار واتنين من عشرة مليون دولار مشتريات مصريين في العقارات في الامارات، هل ده برضو مرتبط بكروت، بيستخدموا كروت؟ لا ما اقدرش، يعني طبعا صعب التحليل دي، انما انا عايز اقول الرقم كبير، لان احنا لو جينا بصينا على عدد الكروت وعدد اللي استخدم في السنه 2.5 مليار، صعب قوي ان سيادتك تقول ان المليار و200 اللي اشتروا بيهم عقارات في دبي وفي الامارات ان هي جايه من هذا المصدر، انما في مصادر اخرى كثيره، ممكن واحد بيحول من الخارج، حد عنده حسابات بره، فممكن كل الكلام ده يستخدم، انما ما اعتقدش ان في واحد هيروح يشتري عقار بالكريدت كارد. لكن هل كمان بعض المصريين اللي في الخارج بيستخدموا الكروت يعني في في حياتهم هناك وما يستخدموش العمله الصعبه اللي بياخدوها؟ في يا فندم في بعض المصريين اللي عاملين في الخارج، بعضهم يعني بعضهم لا لاحظنا الظاهره دي، ان هم ابتدوا في عندهم حسابات هنا اصلا في البنوك المصريه هنا بالمصري، ابتدى يستخدم الكريدت كارد بطريقه زي ما بقول لحضرتك، احنا جزء مهم جدا التراك والبيهيفير بتاع اليوتيلايزيشن بتاع استخدام الكارد، مهم قوي ده في البنك، ان هو بيبص الراجل ده، الراجل مثلا ما كانش بيستخدم الكريدت كارد فجاه بيستخدم كل شهر مبلغ وبطريقه معينه وانتظام، ففعلا في بعض المصريين ابتدوا بيشتغلوا في الخارج، بعضهم يعني مش عايز اعمم، انما ان هم كانوا بيستخدموا الديبت والكريدت كارد بتاعهم على البنوك المصريه، وما بالتالي ما بيستخدمش مدخراته في الدوله اللي هو موجود فيها. كل ده سلوك طبعا يؤدي الى الديبليشن او يعني الى استنزاف الموارد بتاعتنا، احنا اوريدي ما فيش موارد، فبتستنفذ، انت بتستخدم الدولار او العمله بالسعر الرسمي وعشان ترجع بعد كده تبيع اللي معاك بالسعر وتكسب. للاسف في بعض الناس عندهم هذا السلوك. طب استاذ نجم، يعني يعني حضرتك بتقول لي هذا العدد اللي عندنا من الكريدت والديبت كاردز، عارفين بيملكها كام واحد؟ لانه برضو ده مهم في المقارنه. لا ما انا بقول لحضرتك في انا ما عنديش الرقم بيملكها كام واحد، انما انا اللي عايز اقوله النهارده بتبص على مركز العميل كمجمع. دي مهمه قوي النقطه دي ان انا اوضحها. النهارده بتبص، انا مثلا عندي اربع خمس كروت على حسابات مختلفه باسمي، النهارده اللي بيتبص له انا عندي كاستخدامات وليمت، انا مجموع الكروت اللي تخصني
الليمت بتاعها بيبقى مطبق عليها كلها كمجموع. فانا لميس لو عندي 5 كروت من باسم سيادتك في البنك اكس مثلا، واحد على السيفنج اكاونت، واحد على مظبوط، واحد من فرع مختلف، يعني رحت فرع هنا وفرع كل هنا، كل الخمسه ليهم يعني ليمت واحد، توتال ليهم ليمت واحد، يعني الخمسه ليهم مثلا 100,000 بالظبط. يبقى انت لو هو الليمت 100,000 يبقى الخمس كروت الماكس. ولو عندي كاردز من كذا بنك، لا كل بنك، انا بتكلم هنا كل بنك على حد، كل بنك على حد، كل بنك على حد، انما انا بقدر اشوفه برضو لان عندي حاجه اسمها سي سي ار، وفي في الاي سكور بقدر اشوفه على مستوى البانكينج سيكتور شكله ايه. طيب ده يعني بالنسبه للتلاعب. بالنسبه بقى للمواطن العادي اللي هو احيانا بيبقى عنده مستشفى، عنده تعليم للعيال، عنده حاجه بيعملها، نازل في اوتيل، نازل في كذا، ما هو برضه بيعاني من مشكله الليمتس دي، هنعمل فيها ايه؟ لا انا بقول لحضرتك يعني احنا من ضمن الحاجات اللي احنا القرارات اللي عندنا، انت تعرف شاتك كان اللي هو الحد الاقصى للتحويل الخارجي فيه 100,000 دولار للواحد، احنا مطلعين بره هذا الحد العلاج والتعليم. بمعنى لو انا استخدمت المبلغ بتاعي كاملا وعندي ابني بيتعلم، بس على اساس ان التحويل يتم الى الجامعه او للمدرسه بالخارج مش فيه، فطالع بره حسبه ال 100,000 التعليم والعلاج، ربنا يعني يشفي الجميع، التعليم والعلاج طبعا طالعه بره. طبعا كل ده بسبب وجود سعرين، يعني انا في النهايه مش هنقدر نمشي عكس السوق، يعني حتى لو كنا بنلوم كل اللي بيستخدموا استخدامات سيئه، في النهايه موضوع السعرين ده هو الاساس في هذه المشكله. لا هو بغض النظر عن هذا الموضوع، انا بتكلم بقول الديبت كارد او الكريدت كارد هذا للاستهلاك الخدمي الشخصي وليس للمضاربه. بس يعني ما هو طول ما في سعر تاني يا استاذ نجم، طول ما في فرق في السعرين، طول ما في ناس، اي فئه من الناس عايزه تستفيد بالفرق ده وتكسب للاسف. لا ما انا بقول ما هو ده استخدام سيء، يعني ما هو النهارده اللي بيستخدم سيء النهارده ده مش كل الناس اللي بتستخدم سيء. نعم. انما هو بيستخدم ليه، هو ليه انا بلغي له الكارت بتاعه؟ لانه استخدمه في غير الغرض. طب فبالتالي انا زي ما بقول هذا، وانا بقول بوجه الرساله دي حتى لكل الناس، يعني زي اللي سابتك المثال اللي هو واحد معاه 320 كارت ومعاه 320 رقم سري، ده خطا، لان الراجل ده ممكن يتلاعب بحساباتك وبفلوسك وانت اللي مديله مفتاح القرار زي ما بيقولوا. فانا عشان كده برضو بوجه رساله، الكريدت كارد والديبت كارد دول للاستخدام الشخصي وليس للمضاربه. كام كارت عاقبتوه؟ يعني كام كارت انتوا لغيتوه او وقفتوه؟ عندكم احصائيه؟ لا في طبعا عندنا الاحصائيه في البنوك بتبلغنا اول باول كل شهر ايه عدد الكروت اللي تم الغائها، واذا كانت ديبت كارد ولا كريدت كارد، وحتى بنعمل زي نوع من الكلاسيفيكيشن او الكاتيجوريزيشن، نوع الميس يوزنج كان ايه؟ هل الراجل ده كان بيشتري بيعمل نقد؟ اتكررت ازاي؟ لان طبعا النهارده ده قرار برضه عشان البنك ياخد يقول الغي كارت، لازم يبقى زي ما بيقولوا سترونجلي جاستيفايد، يعني طيب مش هيرجع. هل من يونيو اخر احصائيات من يونيو حتى الان ملاحظين المسيوز ده بيزيد، ولا مع وجود الليميتيشنز، ولا موضوع الحدود قلل شويه؟ لا هو طبعا احنا زي ما بقول الحدود دي بتتناسب مع زي ما سيادتك قلت الموارد، لان احنا برضو خلينا نقول حاجه، البنوك بتقدر تبيع اللي بتقدر تشتريه، دي نقطه مهمه قوي، يعني البنك النهارده عنده مصادر بيبيع، لان احنا الكريدت كارد مش من السلع الاساسيه اللي بتستفيد من الاوكشن، الاوكشن بيوجه للسلع الاساسيه اللي هي، فهو استخدامات الكريدت كارد والديبت كارد بره نظام السلع الاساسيه، مش ما احنا ما بندلوش دولار من الاوكشن الاسبوعي اللي بننزله للماركت. بشكرك استاذ جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، بشكرك شكرا جزيلا. ارجو اكون وضحت الامور. لا اظن ان واضح، اذا الرقم ليس 8 مليار دولار، ولكن احنا بنتكلم في 2.5 مليار دولار في العام المالي 2015 2016. الاستاذ محمد الاتربي رئيس بنك مصر. استاذ الاتربي مساء الخير، هل بتلاحظوا عندكم في البنك مسيوز او استخدام سيء للبطاقات؟ اكيد طبعا. اولا مساء الخير يا استاذ لميس. أهلا. طبعا اكيد، والنائب المحافظ استاذ جمال نجم كان معاك، انا سامعه على التليفون. طبعا في ميس يوزنج للكروت، احنا السنه اللي فاتت السنه كلها العملاء، وكانت الليمت اعلى من كده، العملاء استخدمت 52 مليون دولار على الديبت والكريدت والبريبيد
وكل الكروت اللي كانت موجوده في البنك. السنه دي برغم ان احنا خفضنا الليمت حصل استخدام 300 مليون دولار، ففي طبعا اساءه لاستخدام الكروت. زي ما تفضلت كده سيادتك، حتى لو البريبيد بيروحوا يشحنوه حتى في عن طريق هيئه البريد، وهيئه البريد اكتشفت بعض الكروت اللي كانت مشحونه. فطبعا في اساءه لاستخدام الكروت، بيستغلوا فرق الاسعار وبيضربوا على الدولار، وهم مش عارفين ان هم بيأذوا البلد، وفي ناس قصده تأذي الاقتصاد طبعا بطريقه مغايره. يعني ايه اغرب حاجه لاحظتوها يا استاذ اتريبي؟ يعني حاجه كده زي يعني استاذ نجم كان بيحكي لنا. لا يعني انا هقول لسيادتك، الناس بيجوا النهارده بفلوس وعاوزين يطلعوا، بيحطوا الوديعه وعاوز يطلع قدامها الكروت وفي المحافظات. فطبعا واضح ان عشان في استخدام، بس انا طلعنا قرار يعني ان شاء الله انا شايف انه هيجيب نتيجه جيده. انا النهارده خدت قرار احنا كبنك ان جميع الكروت اللي بتطلع هتستخدم في مصر فقط لا غير. اللي مسافر يجيب لي التذكره والتاشيره وياخد الكارت بتاعه، يقدر يصرف الليمت بتاعه خارج مصر. يعني ايه؟ يعني انا معايا كريدت كارد مثلا اوريدي موجود من بنك مصر، ما اقدرش استخدمه بره غير لو بعت لك التاشيره والتذكره؟ لا دلوقتي لازم هنعمل كده دلوقتي، لانه سيادتك مسافره هتبعتي لي على الايميل التذكره وكده، وبعدين احنا يعني بتبقى عارفين الناس طبعا. انما النهارده ان انا اطلع كروت ديبت كارد بالاحجام دي ويروحوا يسفروا زي ما بتقولي واحد يسافر ومعاه الكروت، وحتى لو لبت 100 دولار بيطلع 600 كارت وبيطلعها من حتت مختلفه، وبعد كده يستخدم الكروت بره، ده بيهدر المصادر يعني بدل ما يعني اللي هم يعني الحقيقه انه القله اللي هي بتسيء الاستخدام بتضر الاكثريه اللي هي عايزه يعني عايزه تستخدمه بشكل عادي. ما هو هي احنا دلوقتي يا استاذه لميس في ظروف استثنائيه، موارد الدوله بدل ما بنوجهها للمصانع والمواد الخام والاغذيه والمواد الاوليه، جزء منها ما زي ما بقول لسيادتك، انا السنه اللي فاتت رغم الليمت بتاعي كان عالي جدا وكانت الكروت بتستخدم، كل اللي استخدم السنه اللي فاتت 52 مليون دولار. انا السنه دي رغم ان احنا خفضنا الحدود حصل عندي استخدام 300 مليون دولار، فدي معناها ان هناك اساءه للاستخدام، في ناس بتضارب وفي ناس عاوزه تضر الاقتصاد بتاع الدوله. فاحنا لازم برضو بنحتاط، النهارده واحد يطلع الكروت ويشحن 600 كارت بره لا اشرح لي يعني ايه يشحنه؟ معلش يا استاذ تريبي انا مش فاهم الحته دي، يعني ايه يشحنه؟ يعني النهارده اولا انت قلتي ان واحد معاه كروت وطلع خد قطع تذكره الطياره ومعاه 200 كارت حطهم في جيبه زي ما الاستاذ جمال تفضل وقال وظبط واحد كده. ده مش واحد، ده كذا واحد. في ناس ثانيه بتبعت عن طريق هيئه البريد، بتبعت كروت وبيظبطوها، اتظبطت برضه في هيئه فروض بتطلع بطرد، يوصل الراجل هناك يستلم معاه الارقام السريه بيقدر يستخدم الكروت. فاحنا النهارده فكرنا انه دلوقتي اللي عاوز اولا اللي عاوز كارت مش هيجي يحط لي الوديعه النهارده ويطلع الكارت النهارده. انا بحط له ليميت. ده في فيلم بقى، يعني هو بيحط لك الوديعه النهارده بالمصري مش كده؟ وعاوز يطلع الكارت عشان يعني الناس بتتفنن. لا يعني بصي احنا هنا عندنا ما بيغلبوش، بس احنا فالنهارده احسن يعني اللي انا شايفه ان النهارده اللي عاوز اولا اللي بيطلع بلاتينيوم او حاجه، يعني انا كان عندي مثلا 250 كارت بلاتينيوم مره واحده لقيتهم 1000، فدي معناها ايه؟ ان معناها اصل لما يجيب وديعه ب 100000 جنيه مش مشكله ويطلع عليها الكارت ويربطها ما فيش مشكله. فهي النهارده احنا حطينا شروط انه لازم الوديعه تكون بقى لها 6 اشهر، ده بالنسبه للكريدت كارد. بالنسبه بقى في الديبت دي مبالغ صغيره، انما لما العدد كبير بتجمع طبعا زي ما بقول لسيادتك. يعني احنا بس في الاسبوعين اللي فاتوا لقينا ان 10 مليون دولار اتسحبوا علينا ككريدت وديبت كارد. 10 مليون دولار؟ يا نهار ابيض. فاحنا خدنا قرار النهارده اللي بيطلع ديبت كارد او بيطلع بريبيد طلع الكارت استخدمه جوه مصر، حبيت تستخدمه بره مصر هات لنا ما يفيد ان انت مسافر. طيب ما هو هيقول لك ان هو مسافر ويبعت لك التذكره ويبعت لك التاشيره وياخد 300 كريدت كارد معاه برضه. لا ما هو مش عارف يستخدمه، ما هو باسامي ثانيه، خدتي بالك؟ مش عارف يستخدمهم ليه؟ ما هو بقى معاه البين كود. لا هو ما فيش، كل شخص بيشتري كارت واحد معاه كارت واحد بيسمه،
فهو النهارده لو اخذ كروت ناس ثانيه فالتانيين ما اوكي ما مش لازم يكون من عندك في البنك، ممكن من بنوك ثانيه. حتى لو راح بقى بنوك ثانيه، البنوك الثانيه لو لو نفذنا اللي احنا اللي انا بقوله ده وربنا يسهل يعني، انا شايف انه هيجيب نتيجه، لانه النهارده اللي طالع اللي واخد من البنك 100 كارت باسامي مختلفه مش هيقدر يستخدم ولا كارت، لان انا هقفل له الاستخدام بره الا لو هو ثبت ان هو مسافر فعلا. استاذ اتريبي تقول ايه للناس، الناس اللي هم نوعين، النوع الاكتر اللي هو الناس اللي عايزه اللي عندها سفر بتعمل اي حاجه عندها احتياجات سفر، الناس اللي بتسافر وعندها الابد بتاعت السفر، احنا عندنا التراك ريكورد بتاعهم والناس دي بتسافر طول عمرها واستخدامها شايفين، فدول ما فيش اي مشكله فيهم ولا طبعا نقدر نقرب لهم. انما النهارده لما يجي لي في البنك النهارده ناس اعداد رهيبه في المحافظات ويحطوا فلوس وعايزين يطلعوا البريبيت كارد او الديبت كارد على الاستخدام، عشان هو النهارده رغم الليمت صغير، انما لما بيطلعوا باسامي مختلفه ويحط الفلوس عندك يطلع قروض زي ما عاوز. فانا النهارده هوقف له القصه دي ازاي؟ ان انا عاوز اسحب الكارت اسحبه جوه مصر بالمصر، صح. عاوز تسافر بره وتستخدمه انا مش همنعك، بس تثبت لي انك انت مسافر. فهو النهارده عشان يثبت ان 300 واحد مسافر لازم يسفرهم، اللي هيسافروا دول هيكلفوا فلوس وهيكلفوا تذاكر طيران و فمش هيقدر مش هيعوض الفرق. بشكرك استاذ محمد الاتريبي رئيس بنك مصر. يعني قبل ما اخد اتصالات الهاتفيه بتاعت الناس، يعني تصرفات القله اللي بلا ضمير بتأذينا كلنا، يعني بتأذي الناس اللي بتسافر عشان اي حاجه تتعالج، مدارس عيال، حتى تعمل شوبينج طبيعي، بتأذينا كلنا. لكن في العموم احنا كلنا لازم نعرف ان احنا في ازمه ونبتدي نرشد استهلاكنا في حاجات كتيره جدا. طيب مصطفى اتفضل. مساء الخير يا استاذه لمين، انا بحييكي حضرتك على ان انت بتتكلمي في مواضيع مهمه جدا للاقتصاد بتاعنا في الفتره الحرجه اللي احنا فيه. شكرا حضرتك. من واقع تجربه يعني حقيقيه، انا لاحظت ان في ليا يعني بعض الزملاء والاصدقاء بيفتحوا اكثر من حساب اكثر من بنك، وبياخدوا الكروت اللي هي الكريدت كارت والفيزا شراء وفيزا للسحب من البنوك، وبيسافروا دبي ولبنان والمناطق دي كلها، وهناك بيسحبوا الليمت اللي هو الحد الاقصى بتاع السحب اليوم، بيقعد لمده اسبوع، خلال الاسبوع ده بيسحب مثلا 10,000 دولار 20,000 دولار ياخدهم بالسعر الرسمي هنا في مصر وعليه اللي هو النسبه 5%، بيرجع بالدولارات دي حضرتك بيبيعها في السوق بسعر السوق السوري. واخد البال حضرتك؟ فبساله ليه انت بتعمل كده؟ بيقول لي لا انا بتفسح وبستفيد، باخد الفلوس دي بكسب لي في ال 10,000 دولار حوالي 50,000 جنيه مثلا او 40,000 جنيه، يبقى انا لما بغير 20,000 دولار بكسب فيهم 80,000 جنيه، بصرف 10,000 جنيه في رحلتي وبنبسط وبكسب بعد كده المبلغ اللي باقي ال 40,000 جنيه. فيا ريت حضرتك، انا لاحظت كلام الاستاذ نجم والاستاذ الاتريبي، يا ريت حضرتك نعمل يعني حدود للمواضيع دي حضرتك عشان ما تنزلش الفلوس بتاعتنا. طبعا هي المشكله ان انت كل ما بتحاول تقف قدام تلاعب، يعني انا مش عارفه هنعلم الناس الضمير ازاي؟ يعني نعلم الناس الضمير ازاي؟ ازاي يا استاذ مصطفى؟ يعني هنقعد نعلمهم من الف ب يا جماعه الضمير، يا جماعه دي فلوس البلد، ما في ناس بتعمل ده عن قصد وناس بتعمل ده عن استفاده. انا بشكرك يا استاذ مصطفى جدا. فلوسنا كلها حضرتك دي فلوس الشعب، ما دي فلوسنا طبعا مصر كلهم طبعا، لان احنا دلوقتي بنتسول الدولار. والله حضرتك واصل لمبلغ كبير جدا، وناس تروح تتفسح وتجيب وتتاجر ورسمي، يعني شغلهم ده كده ايه رسمي. طيب. فلازم احنا حضرتك نحد من الموضوع ده، وبشكر حضرتك وبحييكي. بشكرك يا استاذ مصطفى. شريف. شريف اتفضل. اهلا مدام لميس. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير. مساء النور، اتفضل يا فندم. يا مدام لميس، احنا دلوقتي انا بكلم حضرتك من شرم الشيخ. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. احنا دلوقتي عندنا مشكله في السياحه، اصلا السياحه العربيه والسياحه الاجنبيه، الناس الانديفيدوز اللي بتيجي بتدفع بالجنيه المصري. ازاي يعني الاجانب بيدفعوا بالجنيه المصري ازاي؟ الاجنبي اللي بيجي انديفيدوال لوحده بيدفع بالجنيه المصري، لانه اول ما بيوصل المطار سواء التاكسي بيقول له معاك دولار، يقول له ده ب 14 و 15 جنيه. بيجي اللوكان ده هو من حقه قانونا انه يدفع بعمله البلد. فسواء التاكسي يقول له ب 14 و 15، السائح العربي طبعا اول حاجه بيعملها بيقول لك لا انا مش هدفع على كريدت كارد، يروح يحول فلوسه في السوق السوداء ويجي يدفع في اللوكانتا.
يعني حتى السايح احنا بننصب عليه برضو او يعني مش بننصب عليه، بنخليه يضرنا لمجرد ان واحد بس عايز يستفيد. بالظبط كده، دي اول حاجه. طبعا الحاجه الثانيه بالنسبه للكريدت كارد والليمتس اللي محطوطه، ال 100 دولار وال 200 دولار بالنسبه للناس العاديه الطبيعيه اللي هي خايفه على البلد وعارفه مسؤولياتها عامله ازاي، كويس؟ دي ما بتكفيش حاجه بره لما بنسافر. ما انا عارفه طبعا. كويس، ودي بتواجهنا يعني مشاكل كتيره جدا. ومن ناحيه ثانيه في حلك الوحيد انك تشتريه من السوق السوداء. بص هو ده كله دي كلها تحيلات، في النهايه لازم يكون في سعر واحد، عشان كده بنقول الاصلاح الاقتصادي، هو لازم يبقى في سعر واحد، مش هينفع طول ما في سعرين طول ما في تحايل. بشكرك يا استاذ شريف، موضوع السياحه ده كمان غريب جدا، يعني معقوله ان كمان احنا بنعلم السايح انه ازاي ينصب علينا؟ يعني هو في ايه ده، احنا اساتذه النصب بقى. طيب غاده اتفضلي. مساء الخير مدام لميس. مساء النور يا غاده، اهلا بيكي. انا بس ما فتحتش من الاول سوري، انا كنت عايزه اعرف الاستاذ نجم لما قال لك على ان في لو حد ولاده بيدرسوا بره، لا بيقول لا اللي عنده دراسه بره يقدر يقدم كل البنوك، للبنك. في كل البنوك، في كل البنوك، انا عارفه القصه دي، في كل البنوك وبتقدري تقدمي يعني نقدم شهاده من الجامعه مثلا، بتقدمي شهاده من الجامعه بفاتوره الجامعه دي دول. طيب ودلوقتي في غير الجامعه في حاجات تانية، يعني في رنت، في حاجات لازم تدفعها، بتقدميها يا غاده، بتقدمي الدورم، فاتوره الدورم والكلام ده كله، يعني كتير من يعني انا عارفه ان كتير من البنوك فعلا بتوفر الكلام ده فعلا، دراسه كتير بس مش كله يعني مش ده قرار عام يعني. لا هو قرار عام، لا هو نجم استاذ نجم ده نائب محافظ بنك مركزي، فده قرار عام على كل البنوك. خلاص طيب. عشان بس شكرا. الواحد يتاكد. لا طبعا. شكرا. عاطف اتفضل. ايوه يا عاطف، معاك عاطف لبيب في اسيوط. اتفضل يا استاذ عاطف. حضرتك بالنسبه للكروت اللي هي اقليه اقليه طبعا اقليه بس بتضر، من السهل جدا ان البنك يحصر الكروت اللي هي، ما هو بيحصرها وبيمنعها بس في النهايه ما يمنعهاش طالما فيها استغلها استغلال غير سليم، يحط عمولات ومصاريف اداريه توصلني ل 15 جنيه دولار، ما يعملهاش تاني. لا هي مش مصاريف اداريه، هو عايز هو لازم الكارت يوقف له. البنك يحط مصاريف اداريه يوصل الدولار من 9 جنيه ل 15 جنيه، محدش هيعملها تاني، والكروته دي معروفه لدى البنك. يعني البنك هيخش على اي حساب اي كارت ويشوف استعمال وسحب غير مباشر بنسب كبيره. شكرا يا استاذ عاطف. مين يا جماعه؟ منى؟ لا معانا التليفونات تانية كتير. منى اتفضلي يا منى. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. طيبه، انا بتشرف بحضرتك والله، من زمان عايز اكلم حضرتك. اشكرك، اتفضلي يا منى. الله يخليكي، مش هضيع وقت حضرتك. انا بس عندي بنت في فيوتشر، والمفروض ان احنا بندفع جزء بالدولار. فالجزء المدفع بالدولار طبعا، انا كان حضرتك استضفتي وزير الصحه وزير التعليم على اساس الجزء اللي بالدولار ده المفروض ان احنا يعني بيسهلوا لنا ان احنا يبقى معانا دولار عشان ندفع. رحنا الجامعه خدنا اثبات من الجامعه للبنك، المفروض ليا حساب في البنك، البنك قال لي لا ما جالناش حاجه بموضوع ده خالص. طب لا ده اعتقد بقى تروحي لرئيس البنك، ممكن رئيس البنك يخلصها لك يا منى. قالوا لي لا ما جالناش اي حاجه، ممنوعه وما فيش اي حاجه اي اثبات. لا يعني كده، وانا اضطريت لازم بصي المدارس معروف ان لو في جزء، بس هو مش المفروض بصراحه انك تدفعي بالدولار، المفروض ان كله بالمصري. لا البنك طيب. ولا الجامعه، لا قادرين حتى الجامعه يحولوا لنا الفلوس المفروض بالمصري طيب. يعني عايزين حل، يا اما الفلوس بالمصري صح ندفع انا اظن في كان في قرار الا ما فيش اي حاجه جوه مصر تدفع بالدولار، وده كل ده قرار يمشي على الجميع. مين يا جماعه؟ حمدي. حمدي الو. ايوه يا حمدي اتفضل. اهلا بيك يا فندم. اتفضل يا فندم. هو حضرتك بالنسبه لموضوع الدولار طبعا، هو يعني عباره ان كل الاسباب الزياده الموجوده في الاسعار في الاسواق دلوقتي هو السبب الرئيسي ليها الدولار. ماشي. دي حاجه حضرتك، لابد ان الدولار اللي بيتداول ما بين الناس وبعض كده في البلد عندنا يجب انه يجرم، لانه ايه المصدر بتاع هذا الدولار؟ وانا بستخدم الدولار ليه؟ في دوله بتستخدم الجنيه المصري، يعني احنا بنستخدم العمله بتاعتنا،
ليه بنستخدم الدولار بيتداول بيننا، ده اللي بيؤدي الى الاتجار في الدولار. شكرا يا استاذ حمدي. ايمن اتفضل يا استاذ ايمن. مساء الخير. مساء النور. انا كنت عايز اعلق على كلام الاستاذ جمال لانه قال معلومه مهمه قوي على الصرف اللي حصل على طريق الكريدت كارد السنه دي بالمقارنه بالسنه اللي فاتت. ايوه. وانه كان اكتر في حدود 50%. السؤال هو البنك المركزي كل ما بياخد اجراءات كل ما الدولار بيعلى وكل ما الصرف بيزيد، يعني ان انا صرفي بكريدت كارد زاد 50%، زاد 50% ليه؟ يعني هل فجأة احنا في مصر بقت قوتنا الشرائية من الخارج زادت 50%؟ لا لا واحدة. طبعا عشان وجود السعر التاني، فبالتالي وجود سعر تاني يبقى في مكسب في النص. ما انت عارف ان موضوع السعرين ده هو الاساس المشكلة يعني او عرض المشكلة. اتفضل. يبقى الزيادة دي مش زيادة شراء، يبقى الزيادة دي ناس كلها بتخش علشان تستفيد من هذا الوضع. صح. مش زيادة حقيقية في الشراء. يبقى في 700 مليون دولار طبقا لارقامه هو ناس قدرت ان هي تتحايل وتاخدهم. يعني لو انا كنت بصرف 1.2 بقوا 2.8 2.5 فيبقى كده الرقم اللي اتصرف عن طريق كريدت كارد زاد لصوره غير طبيعيه يعني. صح معاك حق. بشكرك يا استاذ ايمن. مجدي اتفضل. مساء الخير يا استاذ لمين. مساء النور اهلا بيك. بفضلك انت يعني جبتي النتيجه الحقيقه في الموضوع ده. وجود سعرين للدولار هو العامل الازمه دي كلها. خدت بال حضرتك؟ طيب. انا دلوقتي يعني عندي مشكله. انا بنتي قدمت منحه للدكتوراه في المانيا وهي في المانيا حاليا، اوكي؟ فطبعا المرتب اللي بتاخده يا دوبك يكفيها معيشه. فقالت لي بابا ساعدني في اجره الحجره اللي واخداها هناك. فكنت عامل لها كارت اللي هو كريدت كارت ده وبديها كارت اضافي اسمه سبليمنتري كارد وخدته معاها على اساس قلت لها يوم ما تتحوجي لاي حاجه تاخدي عشان انا مطمئن هنا كولي عظمى. وفعلا كان كل شهر بتاخد اجره الاوضه دي حوالي 400 ل 500 طيب. يورو في الشهر. فانت عندك مشكله انك تحولها الفلوس دي بالظبط لان هنا ما انا حتى مش لاقي لها سوق سودا ولا سوق بيضاء. انا مش لاقي اليورو هنا، هي طبعا العمله هناك يورو. فجاه لقيت امبارح بس جايبي برقيه من البنك بيقول لي ان الكارت خلاص مش هينفع تسحب كاش، تعمل بيه بس مشتريات. انا اظن ان حاله حضرتك وحاله كل الناس اللي عندها طلبه تروح لمدير البنك او رئيس البنك وتتكلم معاه تقول له طب هعمل ايه؟ يعني انا مستعده يا اما تشتري اليورو بقى من السوق السوداء. ده الحل الوحيد. ما هو دي المشكلة يعني. هو خد عاتل في باطل كده يعني. قصدي هي دي المشكلة. ما هو خد عاتل في باطل لأنه في ناس بتسيء استخدام الكروت. بس أظن إن حالات التعليم زي ما قال الأستاذ جمال نجم لها إكسبشن يا أستاذ مجدي. طيب ياسر وده آخر تليفون. ياسر اتفضل يا ياسر. مساء الخير. مساء النور أهلا بيك. دلوقتي إحنا أنا أجنبي وعايش في مصر بقالي 25 سنة. اولادي بيخشوا مدرسه بندفع بالدولار برضو. يا جماعه لا لا يعني اظن ان موضوع المدارس والدولار ده لازم يقف. انتوا بتدفع مدرسه ايه اللي بتدفع بالدولار؟ الاي اي اس انترناشونال. اي اي اس اي سوري. طيب احنا بكره عشان احنا وقتنا بس خلص. انا بكره هتابع موضوع المدارس اللي بتدفع بالدولار ده لانه في هذه الازمه لا يمكن كمان يبقى في حاجات بتدفع من الدولار جوه البلد. واحنا عندنا قرار حكومي انا فاكره القرار بقانون ده انه ما فيش حاجات تسدد داخل مصر بالدولار. ده ده ده, ده قرار طالع من الحكومه. فاحنا عايزين نفهم ليه المدارس لسه بتصر انها تاخد بالدولار. طب انا هعمل ايه؟ يعني انا كمواطن هعمل ايه؟ هجيب منين الدولار؟ بس هم طبعا بيدفعوا للمدرسين الاجانب. طيب خلونا نشوف هذا التقرير وعندي خبر آخر. بس خلونا نشوف هذا التقرير عن المنح التعليمية اللي بتقدمها مجموعة القلعة بتقدم. الحقيقة ده دور القطاع الخاص اللي أنا بحييه دايما إن هم بيقدموا بيهتموا بقصة التعليم وقصة إن احنا نبعت ناس لمنح دراسية. خلونا نشوف هذا التقرير عن المنح هذا العام ونرجع تاني. عندي خبر قبل ما ناخد حوار الدكتور العريان. التعليم واحد من أهم وأبرز اهتماماتهم، لذلك سعت الشركة المصرية للتكرير لإطلاق مبادرة تعليمية كان عنوانها
مستقبلي، منحت من خلالها 6 طلاب متفوقين بالمدارس الحكومية فرصة لاستكمال تعليمهم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. المنحة جت عن طريق ان هي كانت الشركة عاملة ايفنت كده في المدرسة التجريبي بتعلن على المنح. انا ما كنتش مصدق شوية فقدمت وقلت يعني اخد بالاسباب وربنا معايا ان شاء الله. طبعا الحمد لله يعني نشكر الشركة جدا ان هي عملت الدور ده. هي حاجة مش سهلة واكيد فرحت، بس الجميل ان انا كنت مستنيها من الاول، يعني ما كنتش عارف بصراحة هتوصل ازاي، بس انا كنت من قبل ما اسمع المنحة كنت بدور على حاجة زي كده، فزي كحاجة كنت مستنيها واتحققت يعني الحمد لله. ويأتي البرنامج كواحد من اهم برامج الشركة المصرية للتكرير بمنطقة مسترد حيث يقع مقر الشركة، ويهدف البرنامج الى تحسين وتطوير المنظومة التعليمية لابناء المجتمع المحلي بالتعاون مع القطاع الحكومي. الشركة المصرية للتكرير ده مشروع كبير بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص، ده مشروع ب 3.7 مليار دولار، وده اللي بيسمح لشركة المصرية للتكرير ان هي تقوم بدور داعم للعملية التعليمية في منطقة مسترد ومنطقة شرق شبرا التعليمية. للقطاع الخاص دور كبير في خدمة المجتمع عبر المسؤولية الاجتماعية للشركات ولتحقيق تقدم واضح وتنمية على كافة المستويات ومنها التعليم، لا بديل عن تضافر أكبر لجهود القطاع الخاص مع القطاع الحكومي ينتظر المجتمع تحقيقه. نسرين فؤاد، هنا العاصمة. بشكرك نسرين، والحقيقة ان احنا وقت الاخبار خلص، لان عندنا فقرتين مهمين جدا، الدكتور محمد العريان والسيد وزير المالية، وهنخرج فاصل، وبعد الفاصل هنخرج فاصل يا جماعة. طيب لا، خلينا ناخد دكتور العريان، دكتور محمد العريان في هذا الحوار الذي اجريناه عبر الاقمار الصناعية من كاليفورنيا. اهلا بكم، ومعنا عبر الاقمار الصناعيه من كاليفورنيا الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي طبعا، تشيف ايكونوميك ادفايزر لمجموعه اليونز الماليه، وتشير اوف بريزنس جلوبال ديفلوبمنت كونسل. دكتور عريان، يعني هنجري هذا الحوار باللغه الانجليزيه، لكن انا هحاول اترجم اسئلتي بس بالعربيه، والترجمة طبعا لكلام الدكتور عريان هتكون بسبتايتلز على الشاشة. هذا الحوار هنحاول فيه أن نتعرف على رأي واحد من أهم الخبراء الاقتصاديين في العالم، وهو مصري أوريجينالي، يعني مصري الجنسية، عن رأيه فيما يحدث. دكتور عريان هو عضو مجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية في مصر. الإصلاح الاقتصادي إلى أين نتجه؟ هل نحن في الاتجاه الصحيح؟ ماذا نتوقع؟ هل يمكن أن نعيش بدون هذا الإصلاح؟ كل دي أسئلة مهمة جدا تدور في أذهاننا ونسأل عليها دكتور عريان. دكتور عريان، thank you very much for being with us. I know it's from California. I know how busy your schedule is. أنا اللي شاكر جدا، وأنا آسف إن أنا هرد بالإنجليزي، بس بقالي 40 سنة عايش في خارج والعربي بتاعي مكسر شوية. لا، thank you very much. That's okay. أنا بشكرك جدا، وخليني أبدأ بسؤالك. How do you evaluate the economic reform program, the Egyptian economic reform program? كيف تقيم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بما اطلعت عليه يعني؟ بصي، Egypt is in a difficult position. Tourism is down 50%. Revenue from the Suez Canal is challenged by the global economic slowdown. Remittances from the Arab world are coming down. And all this is compounding many years of low growth. For the situation is not an easy one. It requires that Egypt reform its economy. And what's being put forward has 4 very important elements. First, pro-growth structural reforms to make sure that the economy can grow faster. Second, protecting the most vulnerable segment of the population. Third, trying to reduce our big deficits on the balance of payments and on the budget. And finally, securing financing from
the rest of the world to facilitate the adjustment. I think that is the right focus. And as the president said, it's tough, but it's necessary. That's my second question. How necessary is this? Can we live without it? يعني الناس بتسأل هل نستطيع ان احنا نكمل بدون هذا برنامج الاصلاح الاقتصادي؟ لان هذا برنامج قد يتسبب في آلام، يعني ده هيؤدي الى ارتفاع الاسعار، الى موجة تضخمية. الناس ممكن تسأل طب واحنا ليه لازم يكون عندنا economic reform program؟ نقدر نعيش من غير هذا البرنامج يا دكتور ولا لا؟ لا ما نقدرش. أنا ممكن أديك رد كاقتصادي. بقالنا 6 سنين with a budget deficit of more than 10% of GDP, which means our debt is growing too fast. We depend every year on 18 billion of inflows from the rest of the world to cover our import bill. That's too much. I can give you many economic answers, but let me tell you the most important answer. The person in the streets feels economic insecurity. They see that growth isn't fast enough. They see that incomes are stagnating. They see prices go up too quickly. And most important and most correct, they know that our potential is much better than this. The economy can grow much faster if we implement reforms. So these reforms are absolutely necessary, and without them, the situation would be worse. Is this an Egyptian program, or is it imposed on us by the IMF? تعرف ان تجربة الدول مع صندوق النقد الدولي مش دايما كانت تجربة عظيمة. يشعر المواطن في الشارع ان يعني هناك conditions وشروط تملى علينا من صندوق النقد الدولي بغض النظر عما يحدث في الشارع، بغض النظر عن احوالهم هم الشخصية. Is this our own homegrown program or is it imposed to us on us from the IMF من صندوق النقد الدولي؟ بصي انا فاهم جدا الانسكيورتي دي. انا اشتغلت 15 سنه في الصندوق and I have seen cases of successful programs and I've seen cases of unsuccessful programs. What is the difference? زي ما حضرتك قلتي اهم حاجه that the program is domestically formulated to take account of the situation on the ground. Second, it is very important to have political commitment to this program because implementation is very important. Third, it's important to have external financing. And fourth, it's very important to protect the most vulnerable segment of the population. Egypt has all these elements in the current program. What's important is to explain it to people, build trust, because our trust with the IMF has been very low, and continuously monitor implementation because mid-course corrections will probably be needed. Before I ask you about the mid-course connection, corrections, which is very important, let me ask you about the measures itself. Some of the measures reducing the subsidies on the oil products and flotation or devaluation. Do you think we can do them both? Do you think we can take those two steps at the same time, or is it dangerous? They will definitely result in a big inflation move. بصي يا فندم, I've been following the Egyptian economies for decades. I am a great optimist when it comes to the Egyptian economy. This is an economy that can grow very rapidly. And for very simple things, we have a very important domestic market. We have a wonderful location. We have very good physical attributes. And most importantly, we have very talented Egyptians that have massive opportunities if only we unleash their energy. In the short term, we have to do some difficult things. And you mentioned two difficult things. But these are a means to something much better.
Let me give you an image. It's a very simple image. وأنا آسف جداً. تفضل. But it's an image from my youth from us. I would be asked often to help push a car to get it started. But once the car got started, the momentum would build up and it would start driving very, very well. This is the history of the Egyptian economy. Once you get it going, it can grow at a high rate, in an inclusive rate, and you can reduce the imbalances because the potential of this economy is so huge. لكن المواطن اللي بيتفرج علينا دلوقتي يا دكتور بيقول هذا كلام اقتصاديين، هل يتحمل المواطن الموجة التضخمية القادمة، ارتفاع الأسعار الناتج عن خفض الدعم على البنزين وأيضا الفلوتيشن أو تعويم الجنيه أو تخفيض قيمته، هل المواطن يتحمل كل هذه الإجراءات معا؟ بصي، when I said the four things I made it very clear that a very important element is the social program. Mm. It's the protection of the most vulnerable segments of the society. Part of that protection is to ensure that when we rationalize subsidies, it is to reduce the waste involved in the subsidies. بالذات في البنزين. So I totally understand, yes, there's a lot of uncertainty. Yes, there's a lot of insecurity. But we cannot continue like this. If we continue like this, we will have a debt problem, a growth problem, and an inflation problem. في فبراير حضرتك قلت انه يعني don't rush into flotation، لا تهرعوا الى التعويم، وان الفلوتيشن لوحده او تعويم الجنيه لوحده لا يكفي، وانه سياسة واحدة ضمن مجموعة سياسات other policies that should be taken، سياسات اخرى يجب ان تتخذ. هل ما زلت عند رأيك؟ هل شايف ان don't rush into flotation or are we very late؟ هل اتأخرنا قوي فالآن هندفع الثمن غالي؟ احنا دلوقتي بنتكلم على سعر في البنك وسعر في الخارج تقريبا ضعفه. Yes, and that speaks to the importance of moving forward quickly. اللي أنا قلته في فبراير is the exchange rate is not the main cause of Egypt's economic challenges, nor is it the main solution to Egypt's economic challenges. It's one of the elements, and it has to be put in a package that emphasizes pro-growth economic reforms, social protection, and better fiscal policy to reduce the deficit. If we do that, then the reform of the currency market will contribute to economic growth. As regards the parallel market right now, let me tell you something else that's very important as an economist. What you see in the parallel market is not the equilibrium exchange rate. It reflects elements of uncertainty, elements of risk. So it's well above where Egypt's equilibrium exchange rate is. And I have seen this in many, many countries where the uncertainty and insecurity gets reflected in the parallel rate. So how do you regain that confidence? الاقتصاد هو حالة من الثقة وكمان حالة من قيادة التوقعات. Managing expectations. How do you manage expectations and how do you regain confidence? تستعيد الثقة للاقتصاد المصري مرة أخرى. You need only see what happened last year in March at the economic conference with Sharm el-Sheikh. People from all over the world came to Egypt and they signaled their willingness to invest in Egypt because they understand that this economy is able to grow very quickly. They understand the talents of the Egyptians. They understand the massive opportunities there. So with a bit of reforms, you will see the response of the outside world. And the most important thing is to continuously explain to Egyptian citizens why it is that these reforms are necessary, what to expect. When I go on a journey with my daughter, it's very important to tell her where the destination is, when are we going to get there, and what the journey is going to look like.
And part of a successful program is continuous communication and feedback with people in the streets so that they understand the necessity of the reform program and the considerable upside of the Egyptian economy. You've been talking about midterm corrections, إصلاحات منتصف الطريق. ماذا يعني إصلاحات منتصف الطريق؟ ماذا يمكن أن يحدث فنصححه في منتصف الطريق يا دكتور وإزاي؟ بصي إحنا عايشين في عالم غريب جدا. بص اللي بيحصل في أمريكا، بص اللي بيحصل في أوروبا. يعني in the United Kingdom they had just voted to exit the European Union. This was unimaginable a year ago. You're having very strange political developments in the US, in Europe. You're having negative interest rates in Japan. Yani, think a little bit. You lend your money and you pay for the privilege of lending money. Why am I telling you all this? Because we are living in a very fluid global economy. It is very difficult to predict the global economy today. And therefore, as part of this global economy, it's very important to be responsive, to be able to adjust to all these things happening. Economic policy making is very dynamic. You have to be able to adjust as you go forward. And we are living in a very uncertain global economy right now. But what about our midterm corrections? يعني لما نبدأ في هذا البرنامج ماذا قد يحدث خطأ فيمكن تصليحه ونصلحه ازاي؟ توقعاتك ايه لهذا البرنامج؟ ايه اللي ممكن يحصل صح وازاي ممكن يعني how can we make it go right؟ اللي ممكن يحصل صح ان شاء الله is what I call a positive confidence shock. Right now, a lot of people are holding back, waiting to see what's going to happen. There's uncertainty, that they're becoming more careful. Inshallah, if you get a positive confidence shock, you get more involvement of the Egyptian private sector, you get more involvement of foreign direct investment, and then you start building a momentum that facilitates economic growth, that lowers inflation, that lowers the deficits. These are all things that the economy is capable of. So what can go really well, inshallah, is that you get a very early positive confidence shock. وإيه اللي ممكن يحصل غلط يا دكتور? What could go wrong? So what could go wrong is that people feel still very insecure, that they don't understand enough the reforms, and that we delay this positive confidence shock. It's very important to always explain to people why it is that these reforms are necessary. زي ما حضرتك قلتي في الأول, we cannot continue on the current path. And I think people know that. They see what's happening to inflation, and they know that there's a need for economic reforms. And the important thing is just to explain why this program can help achieve a better future, not just for the current generation, but أهم كمان, but for our children and for our grandchildren. Are you for a total flotation ولا managed devaluation? هل أنت حضرتك مع تعويم كامل للجنيه ولا بتشوف إنه هو يكون تعويم مدار يعني ينزل devaluate ينزل قيمته شوية يعني يدار هذا التعويم? Look, I am not in a position and I haven't been part of the negotiations to tell you what is better. But what I can tell you is, we have to stop obsessing about the exchange rate. We have made the exchange rate as the biggest element. Yeah. When the details of the programs come out, I will be as interested, Yefendim, in the pro-growth structural reforms. That's very important. In the protection of the poor, in the emphasis on the social sectors, health, education. We must view this as a whole package and as a package that unleashes the amazing potential of Egypt and of its people. Private sector is a very important part of all of this. القطاع الخاص جزء مهم جدا من كل هذه العملية الاقتصادية. القطاع الخاص المصري الآن محجم, الآن worried, لا يتوسع.
يعني كيف يمكن استعادة نشاط القطاع الخاص مرة أخرى ليكون هو اللاعب الرئيسي في تحريك النمو وتشغيل الناس؟ My experience tells you that in situations like this, القطاع الخاص follows but does not lead. It follows reforms, it follows greater certainty, it follows better public finances. The government has to take the lead in establishing the environment for the private sector. And if the government does that, then you will see the private sector following higher investment, higher employment. And it's not just a question of a Qatar al-Khas al-Masri, but you will also see the private sector outside come in with investments, not debt, investments. It's a situation where the government leads in creating the enabling environment, and then a Qatar al-Khas follows. But the Qatar al-Khas in these situations will not lead, it will follow. Let me take you away from the Egyptian case and ask you about the region, المنطقة العربية. ونحن نشهد تغيرات اقتصادية كثيرة نتيجة طبعا لتغير سعر النفط انخفاضا وارتفاعا. السعودية لأول مرة بتطرح سندات، الإمارات بترفع الدعم عن المحروقات، كذلك دول أخرى. كيف ترى اقتصاديات المنطقة؟ هل نحن في خطر؟ هل هذه المنطقة in a great danger مع تراجع أهمية النفط في الاقتصاد العالمي وظهور بقى النفط الأحفوري وظهور مصادر أخرى للطاقة؟ It's not easy for the Gulf Cooperation Council to have oil revenues come down by half. This is a big adjustment. And what we're seeing, as you said, is a massive adjustment. Saudi Arabia just put forward its Vision 2030, a very ambitious economic reform program that involves elements that at one point were deemed unthinkable. The partial privatization of Aramco, the oil company, taxes on individuals, opening up the country to tourism. These are all elements that at one time were thought to be unlikely. The United Arab Emirates has moved in terms of its energy prices, increasing its energy prices. Again, it was deemed to be unthinkable. So what we are seeing is that countries in the Gulf Cooperation Council realize that they have to adjust. They realize that oil prices are not going back up to $100 a barrel anytime soon. And they are taking, like Egypt, tough but necessary measures. Dr. Arian, you've said lately also that central banks are not anymore in control of the world's economies. أن البنوك المركزية في العالم لم تعد تتحكم في الاقتصاديات. How is that and why did that happen? So if you look at the United States and Europe, something very peculiar has happened. Because growth has been too low for too long, and because the benefits of this growth have gone to a very small segment of the population, citizens have become angry. And their anger has translated into paralyzed politics. In the United States, for example, for the last 6 years, Congress has not approved the budget. And the annual budget is the most basic element of economic governance. Because policy has been paralyzed, central banks that are politically autonomous have stepped in to try and keep the economies growing, but they don't have the right tools. Like a doctor who gives you the wrong medication, at some point, the side effects of this medication become a problem. And this is what's happening now in the Western economies. The side effects of relying too much on central banks are being felt. The answer is not for central banks to do nothing. The answer is for governments to complement what central banks are doing with more comprehensive economic reforms.
And this is part, Yafendim, of a general global economic malaise that is translating, in the case of the United States and Europe, into very bizarre politics. Mm. Dr. Arian, I want to thank you very much for this chance. And if you want to give the government, the Egyptian government, three advices, what would you advise the government? Three pieces of advice. ثلاث نصايح للحكومة المصرية الآن. تفضل. And I mean to give advice. I would just say one thing that I see very clearly من الخارج. Neither Egypt, its people, nor its government should underestimate the country's and the people's enormous potential. I see how individual Egyptians succeed. They do extremely well when enabled. Don't underestimate this enormous potential of the Egyptian people and of Egypt itself. And what do you tell the people, الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي اللي قلقانة من الإيكونوميك ريفورمز, what would you tell them? بتقول إيه للناس يا دكتور؟ أقول لهم أنا فاهم القلق. طبعاً في قلق. ده تغيير كبير. بس it's necessary. And if we all come in and work together, the upside is enormous for not only us, but for our children and for our grandchildren. We know that we can do better. And we have the basis, inshallah, to realize the upside potential of the country. Dr. Mohamed Al-Arian, I'm very happy that we had this chance. We've been trying to have it for a very long time. بس أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على هنا العاصمة. رأيك دايما بنقدره, ليس فقط كخبير اقتصادي عالمي ولكن كرجل مصري. نعرف أنه يحب هذا البلد ومهما ابتعدت عنها فأنا عارفة أن أنت يعني مصر بداخلك لها مكانة كبيرة دائما. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. أنا شاكر لكي وده يا فندم ده شرف كبير ليا وأنا آسف تاني إن أنا رديت بالإنجليزي. أشكرك شكرا جزيلا شكرا. دكتور محمد العريان الخبير الاقتصادي العالمي وعضو مجلس تنسيقي للسياسات النقدية والمالية كان معنا عبر الأقمار الصناعية من كاليفورنيا.